ايش هذا؟ ولا والله نفسي. دي كانت ردة فعل محمد عساف العفوية لما شاف نفسه كتمثال شمعي في متحف مدام تسو. وإحنا طبعاً اخترنا الفيديو ده اللي نشره عساف النهاردة عنده على إنستجرام علشان يكون هو الترند أوف ذا داي معانا في حلقة الليلة، خاصة أن التفاعل عليه كان كبير جداً وانتشر على كل صفحات السوشيال ميديا بشكل كبير. يعني مهند فعلاً في الفيديو لما تشوف حس أنت بتضحك على ضحكة عساف. لا ردة فعله خطيرة يعني جداً. محمد ما شاء الله ردة فعلك كانت واو بصراحة، والتمثال بحد ذاته كأنه حقيقي رهيب. مشغول عليه مظبوط رهيب يعني. عقبالك انا عايزه واحد من دايما هل... لا عايزة واحد. لا لا لحالك. شايفين يا جماعه مش عقبالي مش قولي مع بعض طب قولي حاجه سيبني طب يلا اتفضلي اه انا عايزه لينا انا وانت وصبحي الثلاثي المرح ويبقى معانا لوجو ترندنج. الله. لا مفيش مخرج المخرج مفيش كمان يقول انا يا متحف مدام تسو بالله شوفوا ترندنج احنا نبغى واحد بليز يعني احنا الثلاثه انا وبسنت صبحي. طبعا ما ننسى انه صبحي التقى مع عساف في الايفنت وتكلموا على ردة فعله على التمثال وعلى كل الاشياء الحلوه. نتابع التفاصيل. وتسريحة الشعر كانت هي اللمسة الأخيرة اللي انوضعت على تمثال محمد عساف قبل ما يلتقي فيه ويتصور معه وكأنه توأم. شو أول شيء هيك لما شفته قلت له؟ عن جد يعني بدون مجاملة أنا سعيد أنه أنا يكون معمول لشيء هيك ويكون بمتحف مدام تسو وبدبي، أنه لما تنعمل عنك شغلة هيك والناس تيجي أو الناس رح تيجي تزور هذا المتحف وتشوف محمد عساف الإنسان، محمد عساف القصة تبعت محمد. هاي شغلة عن جد أنا كتير سعيد فيها وفخور فيها. وبقول إنه المثل اللي دائما بيحكون لكل مجتهد نصيب، إنه أنت لما تكون بهيك مكان هذا شغلة عظيمة وتشريف عن جد والله. وسعادته كانت أكثر لما شاف الشبه الكبير بيناتهم حتى بأدق التفاصيل. دخلت الصبح شفته من ظهره افتكرته أنه أنت اللي واقف توصل قبلي. أنا محمد أنا مبارح لما اجيت بطلع ما توقعتش صراحة أنه يكون بهذا الشكل يعني بهذا الشكل، بس كتير رائع عن جد مشتغلين عليه كتير حلو. وأكيد وراء هالقطعة الفنية كان في بروسس طويل ومراحل دقيقة لتطلع النتيجة بهالشكل. هلا كل الناس بتعرف قديش هن دقيقين لما بيعملوا هذا التمثال من الشمع. انت طبعاً. كيف صار البروسيجر؟ شو اخذوا قياساتك كامله؟ على فكره صعب كثير الموضوع. ايه؟ يعني اولا عمل بال 2017 لما بلشوا اول مره بتذكر لما دعوني انه ياخذوا القياسات قعدنا يوم كامل تقريبا صبح يعني ديتيلز الديتيلز من الحواجب للعينين للانف اذا في شعر بالوجه الشعر حتى الشمات اللي بالضبط يعني هي حاطينها هون. ادق التفاصيل يعني بيستخدموا شغلات سبيشالي لهذا الموضوع يعني بيقيسوا حتى اصابعك حتى اصابع رجليك بيقيسوا يعني كل قديش الفرق بين المنطقه مثلا الدان للنص يعني وبيعملوها ب 3D. واكثر شيء لفته كان الشعر. قالوا لي انه شعري شعر بقعدوا يعني بالشعر بركبوهم وبعدين يمكن بالشعر بس لحاله 3 شهور. شو عجبك اكثر شيء فيه؟ ما يعني بتحسه احسن من اللي عندك؟ ماشي الحال يعني يمكن خليني اقول لك انه العيون حاسس مظبطات هذول العيون كان هيك كنت مبسوط والله. وهلا صار وقت نعرف شو بيحب يقول لتوأم الشمعي. له شغله مرت بحياتك ما يعملها ما يعيدها ما يكرر. ايش طب بدي افكر لانه هلا هو بيور. بقول انه الواحد يعيش الحياه بحلوها بمرها بس ينتبه وقد ما الانسان كان ذكي يعني قد ما كان ذكي الا ما يوقع الا ما يوقع بشغلات كثيره خاصه يمكن الناس اللي بتشوفها حواليك بنمر بمراحل بس المهم كيف نعديها. شو بتغني له؟ مش هالحلاوة؟ مش لهالدرجة. ليه؟ مش لهالدرجة بس أنا علي الكوفي لا بدي أخطأ بدي أقول لهم مكانك خالي. أنا مكانك خالي من أكثر الأغاني اللي بحبها ايه؟ يعني وكان إلها فال خير طيب علي هاي الأغنية وهي أكثر أغنية يعني لا أتصدف في تاريخ محمد الفني.